لا يا استاذه هاله، انا بقول لحضرتك ان احنا بنعمل بحث علشان البحث يبين لنا الاجابه على هذه الاسئله. لما ابتدي اشوف النتائج، نسبه التعاطي بين الاناث والذكور، بين الفئات العمريه، بين الفئات المهنيه، وبين المحافظات، هتبين لي لما قارنها بنتيجه 2014. لكن دلوقتي ما اقدرش اقول لك مين استجاب ومين ما استجابش، لكن اللي اقدر اقوله ومتاكده منه انه نسبه الاتصالات بعد حمله الرياضي النجم محمد صلاح زادت 400%. فاحنا كنا بنتلقى عدد معين من المكالمات طلبا للعلاج، لما ابتدت حمله محمد صلاح الاتصالات زادت بنسبه 400% وما زالت مستمره. وعندنا في بعض لقاءات التعافي مع المتعافين بيذكر تحديدا انا بطلت عشان ابقى زي محمد صلاح.